ودي في إطار من الروح الرياضية يغلف الأجواء هنا في سماء استاد عمان الدولي، وهو يحتضن أولى المواجهات الودية الكروية بين المنتخبين العربيين الشقيقين السوري والفلسطيني، وهما اللذان اخترعا عمان مكانا لمعسكر تدريبي أول في إطار خطة إعداد تمهد للظهور في النسخة القادمة من بطولة كأس غرب آسيا المقررة في الكويت اعتبارا من 8 من الشهر القادم. بطولة غرب آسيا هي محطة مهمة طبعا تحضيرية لتصفيات كأس آسيا اللي رح تبلش من شهر 2. تعرف مجموعتنا مجموعة قوية فيها منتخب الأردن ومنتخب عمان ومنتخب سنغافورة. المدرب الأردني جمال محمود المدير الفني لمنتخب فلسطين استقبل لاعبيه في عمان بعدما حرم من لقائهم على الملاعب الفلسطينية بسبب إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي. أنا أنتظر تصريح منذ أكثر من أسبوعين أو 3 أسابيع، لكن للأسف لم نتمكن من الحصول عليه. يعني لا شك أنه نتمنى أن نظهر بصورة مشرقة ومشرفة ونعكس مدى تطور يعني الرياضة الفلسطينية في آخر فترات، ونعمل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خلال الفترة الماضية. هاني النابلسي فلسطيني ولد في الدنمارك قبل قرابة 20 عاما. هذا اليوم ظهر النابلسي ولأول مرة محترفا مع منتخب فلسطين الذي وصل إليه عبر صفحة الفيسبوك. الماتش كان منيح بس ما مش متعود، أنا زمان ما لعبت ماتش هالقد مع منتخب أول مرة. شايف منيح الفريق وسوريا كمان كان هواية، بس لازم أتعود على الفريق هسه، بس متمرن معاه مرة واحدة. لا تعود على الفريق، اتمرن معنا كم مره ان شاء الله العب معنا. كيف تعرفوا عليك كابتن؟ كيف تعرفت عليهم؟ من الفيسبوك وفيديو على اليوتيوب، شافوا معايا العب فوتبول مع اللمبي بيكو. انا حطيته واحد صاحبي على اليوتيوب شافونا والتلفون ولا على التليفون. برنامج صدى الملاعب ام بي سي، محمد قدري حسن، العاصمه الاردنيه عمان. على الفيسبوك ومدرسه الناس بتعرف تعمل تشات بيجيبوا لاعبين كمان. طبعا قبل ما اقول شكرا